السلام عليكم. في خدعة تتطلب انك انت تعلم او تلقن الطير خطوات الخدعة بنفسك، زي مثلا حركة الدوران. وفي خدعة ثانية لا، هي في الاصل سلوك موجود عند الطائر، انت فقط بتوجهه باستراتيجية الكليكر. يكي احد هذه السلوكيات اللي ممكن توجهها بالكليكر. يلا يكي هو يكي. عشان توجه الطير انه ينفذ اي خدعة هو يعرفها سابقا، بس بامر من عندك، كل اللي عليك تسويه انك تلاحظه. كل ما سوى الحركة اللي انت تبغاه ينفذها، اعطيه اوردر كليكر مكافأة. يكي على سبيل المثال للحصر، كل ما شفته وسخ قل له يكي، اعطيه كليكر ومكافأة مع تكرار فترة من الزمن. بعدها بادر انت بالامر، هو حينفذ لأنه ربط الكلمة وفي المكان اللي انت تقول عليه. طبعا هذا النوع من التمارين اللي هو فيه التعديل أو توجيه لسلوك معين عند الطائر، مش تعلمه شيء جديد، تحتاج منك وقت أطول. وعشان توصل للنتيجة المطلوبة، التكرار هنا سيد المواقف. أحد الأحبة يسأل يقول يعني هل أحتاج كل مرة أراقبه وطالع فيه وكل ساعة أرده للستاند عشان أدي الأمر عشان يسوي بوب؟ لا، انت مع التكرار وشوية جهد وملاحظة، طبعا في البدايات حتكون ايه فعلا ملاحظ، لكن حتوصل للنتيجة المطلوبة زي ما انتم شايفين. Good boy! You're a smart bird! مو كل المدربين استخدموا هذا الاسلوب. عندنا مايكل سوزن ما عنده الاسلوب هذا تماما. سوزن معتمد على قاعدة انه الطير محتاج يفرغ فضلات ما بين 10 ل 30 دقيقة حسب فصيلة الطير، وهذا اللي ذكره مايكل سوزن. ووصي بي انه يعني اول ما تخرج الطير لا تشيله وتحطه على ملابسك او تحطه على كتفك، خليه اول شيء يخرج فضلاته بعد كذا شيله. لكن نقدر نقول اذا برمجنا فيها الاسلوب الاول، ممكن يتحمل الطير الفضلات داخل جسمه لمدة أطول. ودليل هذا اللي ذكره أبو وليد، إنه الطيور ما توسخ أعشاشها وتقدر تتحمل إنه تستوعب الفضلات لين تخرج من العش الفترة الكافية يعني. وفي جميع الأحوال أنت بتقلص من الضرر، ما بتخفيه تماما. فخلي معك منديل معطر اللي هو يستخدموه في تنظيف الأطفال. جميل هذا. يلا يكي. Good boy, Bashir. Good boy. Such a good boy. You know that? You're such a good boy.